روضة البراعم هذه، منطقة حي الشفاء هذه قرب دور قاسم الخياط. يعني قبل اشهر كان وضعها والله قبل كان يداوم بيها الاطفال، كان يداوم بيها ناس كثير تجون تسجل اولادوني ينطون التاهيل للمدرسة، وكان يعني خوش تدريس بيها وخوش معلم بيها، يعني الحمد لله كانت مضبوطة. العمليات تدمرت بالضبط، ما حد جاء عليها المسؤولين وكذا. والله جو منظمات مسؤولين غايبين على المنطقة، جو منظمات يعني حاولوا يعالجوه خيرين، و يعني ما دحقوا عليه شافوا وبعدين عافوا، ما بس عمروا المدرسه اللي يمه. زين ايش طالب الروضه؟ والله يعمرون الروضه، هاي الشوارع، المدارس، هاي الحدباء، هاي مدرسه الاخ. الروضه ايش راح يكون لها تاثير على المنطقه يعني؟ شلون تبني لك جيل جديد؟ يعني جيل هسه اطفال يسجلون بالابتدائي ما يفوت على المدرسه اذا ما كنت دخل الروضه، يعني يستقبل المدرسه هو يستقبلها من الروضه بالضبط. والله الساعة قسم منهم سجلناهم بالزنجيلي وقسم منهم هوني بالرفاعي وقسم منهم داق عليهم هالشباب الحلوين هذولي. الحمد لله. هاي اي روضة؟ هاي روضة البراعم. ما المنطقة؟ حي الشفاء. هاي قبل كانت يداومون بيها وكذا؟ والله كانت ايه، كانوا يداومون بيها. صار اثناء التحرير فجروها، صار عليها قصف. ولا حدا ايه ما حدا ما جاها. ايش الطالب التربية؟ والله نطالبهم يعملوها، هاي اطفالنا لحق عليهم. قاعدين بالبيوت، لا يطلعون لا يروحون لا يجون، دراسة ماكو. وأساسا هي بالمنطقة القديمة ماكو لا مدرسة ولا روضة؟ ماكو، لا ماكو. ما؟ ماكو ماكو، بس هاي المدرسة هي المنظمة عملتها، نطالب طبعا نريد الروضة يعملوها، مدارس. ايش راح يكون لدور هاي الروضة إذا رجعوها؟ الله دورها كبير طبعا، هاي أطفالنا يدرسون بيها يتعلمون. هسا هذا الطفل من يكبر ماكو تعليم. عادوها ايوه راح تفيد اولاد. ايش ما ايش ايش ما تفيد والله تفيد الاطفال يجون يسجلون بها في مكان بالشارع يسجلون بها احسن ما بس يرتبوها الناس يرتبون بها. ما يراد له الترميمات بس. ما حد ترميم ما حد جاي يمه ذي شيء ما حد جاي يمه. اطفال هذول اطفال صغار وين صب يروحون؟ والله ماكو مكان، بس هاي مدرسه ولا كلها ما عندهم، ماكو مكان. اي ماكو روضه هنا. هنا روضة ماكو أبد، ما أعرف وش يمكن روضة ما أعرف، إلا ماكو هنا. زين إيش تطالبون من الحكومة أن تعيد هاي الروضات حتى هذول الأطفال على الأقل ينحجون بها؟ والله هي الروضات الواد يسوون لهم الله يكسبون الأجر. والعالم محتاجة والله كلتها، حالته ضعيفة، شغل ماكو، عمل ماكو. وتحجي هذول إذا تعلمهم؟ إي والله طبعاً شلون ما تعلمهم؟ ليش هسا كل أكثر مصربتين؟ هاي المدرسة تحجيهم. سيبين كلهم، ماكو لا مدرسة لاكو شيء لاكو تمام. يا ابويا شوي وتعلموا. هو احنا ايش عم نقول؟ ليش تكسبون الاجر؟ يعني انتم تكسبون الاجر واحنا نكسب الاجر وياكم.